إذا لمناقشة انتخابات مجالس المحافظات في العراق والفساد الذي يصاحبها ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد مرحبا بكم. إذا كما استمعت، يعني السودان يوافق على مبلغ 150 مليار دينار على تمويل انتخابات مجالس المحافظات، ولكن لماذا يرفض الشعب العراقي مجالس المحافظات بالأساس؟ ما السبب في ذلك دكتور؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة سيدي، حياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام. حياك الله. الحق هو الرفض الشعبي نابع من القناعة التامة لدى الجمهور العراقي من أن هذه المجالس هي عبارة عن مرتع خصب لفسادها هذه الفاسدة، وأيضا كمنبع لتوزيع الصفقات بين اللجان الاقتصادية لهذه الأحزاب والميليشيات، خصوصا وانه يعني سبق وانه ثوره تشرين في 2019 وما سبقها ايضا كانت مصره على ان يعني تلغى مجالس المحافظات ويتم تماما يعني تجفيف هذه المنابع، منابع الفساد للطغمه الفاسده. نعم دكتور حامد، يعني على ذكر ثوار تشرين وعلى وقع مطالبات ثورة تشرين، صوت البرلمان على حل تلك المجالس وصوت أيضا على إنهاء عملها في حينها، ولكن في هذا الإطار هل ينتظر السوداني ومن يدعمه من الميليشيات موجة جديدة بسبب هذه الانتخابات من وجهة نظركم؟ هو طبعا التحدي بهذا الشكل والإصرار على الإغال بالفساد من قبل هذه الطقم الفاسدة، خصوصا وأنه المبالغ المخصصة الآن يعني صحيح هي لم تكمل المبالغ التي صرفت أو أنفقت على انتخابات المبكرة في أكتوبر 2021، ولم تأتي بنتيجة يعني ملموسة، لم يحدث تغيير، كان أيضا في وقتها تقريبا 300 إلى 350 مليون دولار، يعني الآن هذه التخصيصات تقريبا تقارب 100 مليون دولار، هذا أعثر للأموال التي يحتاج إليها الشعب العراقي. بالتأكيد هناك مشاريع، هناك يعني فقر، هناك عوز، هناك يعني شحة في المواد الاستهلاكية، لذلك الحقيقة هذه النفقات لا تسد أي شيء، ولا تتم أيضا ترقيع ما تم يعني تشويهه في النسيج الاجتماعي الذي الحقيقة تتحمل هذه الطغمة الفاسدة كل ما جرى خلال العشرين سنة الماضية. دكتور حامد، في هذا الإطار وحتى لا نغادر هذه النقطة بشيء من التفصيل، السودان يوافق على انتخابات مجالس المحافظات كما ذكرنا 150 مليار دينار في وقت تشتكي شرائح واسعة من الشعب العراقي كما تفضلتم من نقص حاد في المواد الأساسية، كما يفتقرون للوظائف، ولكن في هذا الإطار وفي هذا المفصل يعني كيف ترى أولويات الحكومة في سياساتها ونفقاتها؟ الحقيقة هناك يعني فوضى في يعني الموازنة لحد الآن لم تقر، نعرف أنه الموازنة كان يفترض يعني حد أقصى هو نهاية العام الماضي يتم إقرارها، خصوصا أنه وضعت لها يعني سقوف أولا زمنية، ثانيا أيضا خطوط لسعر البرميل وللنفقات يعني كخطة مثل ما يقال استثمارية وتشغيلية، لكنه للأسف الشديد احنا الآن في بداية الشهر الخامس ولم تقر الموازنة، لأن هناك إشكالات، حتى هناك خلافات على توزيع المغانم فيما بين الكتل السياسية وأسعار التي وضعت سابقا، هاي نقطة. النقطة الثانية الأهم هو العجز الموجود بالموازنة، هناك عجز كبير رغم أنه طبعا أسعار النفط وضعت في 70 دولار للبرميل، لكنه هذا ممكن أن ينخفض، وممكن طبعا أيضا ليس 70 دولار اللي حصل العراق هو أقل بكثير، لأنه مذكرات التفاهم مع شركات النفط الحقيقة تستقطع الكثير لاستخراج البرميل الواحد، تقريبا توصل إلى 58 أو 59 دولار اللي يستحصل عليها العراق يعني البرميل الواحد، لذلك انا اعتقد هذه الفوضى اللي موجوده في قضيه الموازنه، رغم انه طبعا ايضا هناك نقطه مهمه جوهريه، الموازنه لم توضع لسنه واحده، يعني وضعت لثلاث سنوات، نعم. وهذا يعني نعم. خيال الحقيقه يعني لا يمكن تصوره من قبل الحكومه، يعني ليست هي خطه التنميه خمسيه او عشريه او غيرها، لكنه للاسف الشديد هذه فوضى حقيقيه دكتور بالجهود.
هل نستطيع القول بأن موضوع إعادة مجالس المحافظات هو محاولة لتكريس نفوذ تلك الأحزاب والسيطرة على مخصصات المحافظات؟ هل باستطاعتنا أن نقول ذلك؟ بالتأكيد بالتأكيد هي هذه التوجيه. يعني هو نظام المحاصصة المقيتة الحقيقة تأسس على هذا الأساس، أساس أنه توزيع المغانم، الاستثمارات، الصفقات الوهمية، الفضائيين، توزيع المناصب، يعني حتى التعيينات الآن. لماذا؟ لأنه يريدون يسدون الحاجة بإقناع كل طرف على حدة. المحافظات معناها كل محافظة، يعني هي حكومات محلية. الحكومة المحلية تمتلك صلاحيات كثيرة، تمتلك صلاحيات اقتصادية، توزيع صفقات، توزيع المغانم، لجان اقتصادية عندهم، هم ميليشيات أيضا موزعة في مناطق، يعني محافظات عديدة. لذلك العملية عملية فساد الحقيقة مستحكم الآن في العراق نتيجة، يعني أولا الانتعاش في سوق البترول، يعني في سوق الطاقة. فلذلك الواردات النفط الآن تعتبر جيدة، الاحتياطي في الموازنة نعم. أيضا جيد نعم. لذلك هذه فرصتهم للسرقة أكثر مما حدث في السنوات ولكنهم السابقة. ولكنهم يقولون دكتور، يقولون أن هذه الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات، هي لترسيخ الديمقراطية، وبالتالي ستبنى المؤسسات على أسس رصينة. لو فرضنا ذلك، هل يضمن السوداني أو غيره من السياسيين للشعب العراقي أنه لا تدوير لنفس الوجوه؟ عزيزي، أين الديمقراطية؟ هذه نعم. الديمقراطية كذبة كبيرة، لا توجد ديمقراطية في العراق. توجد محاصصة، توجد توزيع للمغانم، للامتيازات فيما بينهم. الشعب العراقي لم يدلي برأيه الحقيقة. الانتخابات السابقة المبكرة وحتى اللي سبقها في 2018 لم يشارك إلا أقل من 20% في الانتخابات 2018 نعم. 20% من الشعب العراقي، في حين الانتخابات المبكرة في 2021 في أكتوبر أقل من 15%. وخرج التيار الصدري أصبحت الآن التمثيل في مجلس النواب أقل من 10%. فأي أي ديمقراطية تحدثون عنها؟ الشعب العراقي لم يشارك، لم يأخذ رأيه بشكل صحيح. لذلك هذه كذبة كبيرة، لا توجد مؤسسات دولة ولا ديمقراطية. توجد ما يسموه انتخابات مفبركة، توزع المناصب فيما بين طغمة فاسدة جاءت بهم أمريكا وإيران كنظام محاصصة مقيتة خارج إرادة الشعب العراقي. هذا هو واقع الحال في العراق. نعم. عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكم.